ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد علي الزرجي ممثل شريحة الشهادات العليا. كل تحية لحضرتك أستاذ علي، ما طبيعة ما حدث وما هي مطالبكم؟ تفضل. حياكم الله. السلام عليكم. اليوم خرجنا بمظاهرة سلمية أمام مبنى وزارة المالية، وكانت مظاهرتنا على خلفية الاجتماع المزعم انعقاده في مكتب رئيس الوزراء، مطالبين وزارة المالية بحضورها لأنها على أربع مراحل لأربع مرات اعتذرت عن الحضور، وتم تأجيل الاجتماع على شعار غير معلوم بداعي أنها لم تكن كتاب الاستحداث وحساب الكلف المالية. لكن وبعد أن طالبنا أن نلتقي بوزير المالية الطيب سامي أو من ينوب عنها وهو مدير عام إدارة الموازنة السيد وسن، لكن تفاجأنا بتعرضنا إلى الاعتداء من قبل القوات الأمنية وأمام مرأة ومسمع الجميع للأسف. أستاذ علي، ذكرت في البداية حضرتك أنه التظاهرات كانت سلمية، هل يوجد أي تصرفات فردية من البعض قبل التعرض لهذه المضايقات أم كانت سلمية بحتة؟ سلمية بحتة. نعم. والآن وأنا أكلمكم الآن أتت إلينا قوات الشغب لفض المظاهرات الآن بأعداد كبيرة جدا، ولا أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك. نعم، من خلال شاشتنا ما هي مطالبكم غير التي ذكرتها؟ المطالب السيد رئيس دولة رئيس الوزراء بالتدخل الشخصي لإنهاء هذا الملف حقيقة، لإنهاء هاي المسرحية التي طالت أكثر من سنتين، ونطالبه ايضا باصدار اوامر الى القوات الامنيه وبالخصوص قوات الشغب الان التي اتت باعداد كبيره جدا بعدم التعرض لاي شخص من المتظاهرين، لاننا خرجنا بمظاهره سلميه نطالب بالحقوق ورفع المظالم فقط. نعم استاذ علي، يعني للايضاح فقط لمن لا يعرف، ما هي الحقوق التي يجب ان تاخذوها حملة شهادات عليا والأوائل لمن لا يعرف التفاصيل في القانون؟ هناك 31,000 درجة وظيفية تضمنت بقانون الدعم الطارئ لسنة 2022، وكذلك تضمنت بقانون الموازنة الثلاثي 31,000 تم تقديم عليها بأعداد المتقدمين 22,000، تم توزيع 17,000 وباقي العدد 5,000 لم يوزع بحجة عدم توفر استحداث العناوين الوظيفية. نحن كمتبقين العدد 5,000 للأسف وقعنا ضحية لعناد بين مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية، وأصبحنا ضحية لهذا العناد وفرض الإيرادات للأسف. إلى الآن لا نعلم ما هو مصيرنا، هل هو الترحيل إلى الموازنة في السنة القادمة، هل ان الدرجات ستحذف؟ خرجنا قبل ذلك بعده لقاءات على قناتكم الموقره اي نيوز وتحدثنا حول التلاعب بالدرجات الوظيفيه من قبل مجلس الخدمه، لكن للاسف مكتب رئيس الوزراء حاول ان يضع الحلول بهذا الاجتماع الذي يضم مجلس الخدمه الاتحادي ووزاره الماليه وكل من اللجنتين البرلمانيه لجنه التخطيط النيابيه ولجنة التعليم، لكن المالية لحد هذه اللحظة تؤجل يوما بعد يوم، وبالتالي أجلت الاجتماع على شعار غير معلوم ولا نعلم ما هو مصيره الآن.